النزال الرئيسي بين أديسانيا وبيريرا تسبقه نزالات قوية ينتظرها الجمهور بشغف، أبرزها نزال الأمريكي داستن بوري ضد مواطنه مايكل تشاندلر، وهذا في فئة الوزن الخفيف. الفائز فيه يقترب كثيرا من القتال على اللقب الذي هو بحوزة الروسي إسلام خشيف بعد فوزه الأخير أمام البرازيلي تشارلز أوليفيرا. أما لدى السيدات فسنشهد نزال قوي يجمع بين الأمريكية كارلا إسبانزا والصينية جان ويلي.